على المستوى الفني الزمالك تعاقد مع مدير فني ممتاز، صاحب خبرات كبيرة، ومدير فني بيعرف يتعامل مع اللعيبة بشكل كويس، وفي استجابة كبيرة جدا من اللعيبة تجاه أوسوريو. المجلس كمان الجهاز الفني اللي شغال معاه جهاز فني كله على مستوى عالي جدا، وناس عندها خبرات كبيره، وناس عندهم متعلمين بشكل كويس، وفي تدرج ما بينهم كويس جدا. فاعتقد ان ربنا يعني وفق اللجنه الفنيه في اختيار أوسوريو والجهاز الفني اللي معاه. على مستوى الالعاب الثانيه ما كانش موسم يعني ناجح بالنسبه للالعاب الثانيه، باستثناء طبعا الكره الفولي بول او الكره الطايره، ودي حاجات كلها لازم يعني يتم تقييمها بشكل كويس، لان دلوقتي الجمهور بقى بيهتم بنتائج الالعاب الجماعيه والالعاب الثانيه بشكل كبير جدا. اما على المستوى الناحيه القانونيه ومجلس الاداره وكده، انا والله ما يعني ما عنديش معلومات اقدر اقولها لك، ما اعرفش ايه الموقف بالظبط ومدى قانونيه يعني وقانونيه القانونيه بتاعت الموقف ايه، مش عارفها. ممكن نشوف الكابتن احمد حسام ميدو عضو مجلس اداره ورئيس نادي الزمالك الفتره الجايه؟ لا دلوقتي في المستقبل القريب لا، ممكن بعد شويه يبقى في لو في ممكن يبقى في تفكير، لكن دلوقتي والله انا ما بفكرش في اي حاجه الا ان انا اخدم النادي اللي انا اتربيت فيه، والنادي اللي ليه فضل عليا كبير جدا من وانا طفل صغير، فهو ده هدفي الاساسي.